بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تكلمنا في تفسير هذه الآيات من قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى قوله تعالى: والكتاب المنير، نريد الآن أن نبين ما يستفاد من هذه الآيات بحسب قدرتنا وما يظهر لنا. فيستفاد من هذه الآيات فوائد عظيمة، منها تحريم البخل بالمال والجاه والعلم، وأن من آتاه الله شيئا من هذه الأمور، إما المال وإما الجاه وإما العلم، فإنه يجب عليه أن يبذله، لأن الله لم يعطه هذه الأشياء ليخزنها ويحتفظ بها، وإنما أعطاه الله هذه الأشياء لينتفع بها وينفع بها غيره، لا سيما المال، فإن الله أوجب فيه زكاة وحقا معلوما، فلا بد وجعله ركنا من أركان الإسلام، فلا بد من إخراجه ووضعه فيما شرع الله وضعه فيه. ويؤخذ من هذه الآيات وعيد مانع الزكاة في أن الله سبحانه وتعالى يجعل ماله الذي منع زكاته وبخل به يجعله طوقا يطوق به في عنقه يوم القيامة، وهذا الطوق عبارة عن ثعبان أقرع، أي كثير السم، يأخذ بلهزمتيه فيلدغه ويقول: أنا مالك أنا كنزك، كما صح ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يعتني بزكاة ماله، وأن يخرجها طيبة بها نفسه، وأن يضعها في مواضعها التي حددها الله سبحانه وتعالى لتبرأ ذمته منها، وليطهر ماله وينمو ماله. يؤخذ من هذه الآيات أن المال منة من الله تعالى، وليس هو بحول الإنسان ولا قوته، وإنما هو ولا بكده وكسبه، وإنما هو فضل من الله جل وعلا، وإنما الكسب والاحتراف وطلب المال إنما هي أسباب فقط، وأما حصول المال فهو فضل من الله جل وعلا يجب أن يشكر عليه. ومن شكر الله على المال إخراج الزكاة منه والصدقة منه. ويؤخذ من هذه الآيات أن المال وديعة عند صاحبه وعارية مردودة، فيجب عليه أن يحسن بماله، ولقوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، وقوله: ما آتاهم الله من فضله. فهذا المال إنما هو منحة من الله جل وعلا ليبتليك بها، فأحسن استعمالها وأخرج حقها. ويؤخذ من هذه الآيات أن المال ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. فالله يبتلي بهذا المال ليظهر من يؤثر طاعة الله على حب المال، فيخرج ما أوجب الله عليه فيه، ومن يبخل بهذا المال فيؤثر حب المال على طاعة الله عز وجل حكمة منه سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله مطلع على تصرفات الإنسان من خير وشر،
وأنه سيجازيه عليه لقوله تعالى: والله بما تعملون خبير. ومن ذلك العمل في المال، هل يعمل فيه خيرا ويحسن فيه ويتصدق منه ويخرج ما يجب من حق الله فيه، أو أنه يبخل به ويمنع ما أوجب الله فيه. والله يجازي الفريقين كل بما قدم لنفسه. يؤخذ من هذه الآيات شدة عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وذلك أنهم يسخرون من القرآن لما قال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يقولون هذا ليس من عند الله، لأن هذا معناه أن الله فقير ونحن أغنياء، وهم يعلمون كذبهم في ذلك. ولكن الهوى والاستكبار وعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم حملتهم على هذه المقالة الشنيعة والعياذ بالله. ففي هذا التحذير من الهوى والكبر، وأنهما يحملان الناس على القبائح وعلى السوء، فالمستكبر يريد أن ينتصر ولو بالباطل، ومن عافاه الله من الكبر فإنه يقبل الحق ويستجيب له ولا يعترض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذه الآية انتقاد اليهود لأمر الله بالصدقة والإنفاق في سبيل الله، حيث قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، ولم يعلموا الحكمة، أو أنهم يجحدون حكمة الله في أن الله ليس فقيرا، والله جل وعلا غني، هو الغني، له ما في السماوات والأرض، وإنما أمرنا بالصدقة وإخراج الزكاة ابتلاء وامتحانا ليظهر المؤمن الذي يؤثر طاعة الله ومرضاة الله على محبة المال وما تحبه النفس. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذي يؤثر حب المال على طاعة الله عز وجل فيبخل بالزكاة ويبخل بالصدقات، هذا معناه أنه آثر حب المال على طاعة ربه عز وجل. ويؤخذ من هذه الآيات أن اليهود وصفوا الله بأقبح الأوصاف، وهذا شيء ثابت وذكره الله جل وعلا عنهم. فإذا قرأ الإنسان في التوراة التي حرفوها وبدلوها وغيروها، وجدوا فيها من الكفر الشنيع والكلام في حق الله وغير ذلك من القبائح، وأن الله جل وعلا يوصف بأوصاف ذميمة ذكروها في التوراة في تحريفاتهم للتوراة، والله سجل عليهم شيئا في هذا القرآن، من ذلك قولهم عزير ابن الله، ومن ذلك قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن ذلك قولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.